بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة آل عمران لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 17. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نرحب بمعالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ليتولى استئناف درسه حفظه الله في كتاب تفسير آيات من القرآن الكريم للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونستأذنه في قراءة الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. طريقة الشيخ رحمه الله أنه يختار آية من كتاب الله عز وجل ثم يبين ما فيها من الفوائد مما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. وقد بدأ من أول القرآن، أخذ من سورة البقرة، وأخذ الآن من سورة آل عمران هذه الآية، وهي قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ نعم. قال رحمه الله: إذا عرفت أن سبب نزولها قول أهل الكتاب نحن مسلمون نعبد الله إلا إن كنت تريد أن نعبدك، عرفت أنها من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من الشرك. نعم، هذه أول فائدة من هذه الآية، وذلك بمعرفة سبب نزولها، وذلك أن رجلين، واحد من اليهود والآخر من النصارى، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بعبادة الله ونهاهم عن عبادة ما سوى الله، بمعنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. هذا هو الذي بعثت به جميع الأنبياء المرسلين، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذا جميع الرسل بعثت به، الرسول أمر بما أمرت به الرسل من قبله، ومنهم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، أنبياء بني إسرائيل. فموسى أمر قومه بذلك
عبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سواه. وعيسى ابن مريم كذلك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فهكذا كان دين موسى عليه السلام ودين عيسى مثل دين إخوانهما من النبيين. هم جاءوا بالتوحيد، بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذه طريقة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. أولهم نوح عليه السلام دعا إلى عبادة الله وترك عبادة الأولياء والصالحين من قوم نوح، ثم تتابعت الأنبياء من بعده، كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو المسار الذي سار عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهو لما دعا هذين الكتابيين من اليهود والنصارى، دعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة عزير عند اليهود وترك عبادة المسيح عند النصارى، قالوا إذن تريد أن نعبدك، يعني نترك عزيرا ونترك المسيح فننتقل لعبادتك، يعني مراوغة عن الحق، مراوغة عن الحق وعدم قبول للحق. فالله جل وعلا رد عليهم، ما كان لبشر، ما كان لبشر أيا كان، لا محمد ولا من قبله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الذي أنزله عليه التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، أن يؤتيه الله الكتاب المنزل والحكم وهو العلم والفقه في كتاب الله عز وجل، يؤتيه الله الكتاب والحكم، والحكم هو الفقه في الكتاب الذي أنزل عليه، والنبوة، النبوة منصب عال للبشر، النبي هو أعلى درجات البشر، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم أفضل البشرية. أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله كما تقولون أنتم، تزعمون أن عبادة عزير وعبادة المسيح أنها جاء بها الأنبياء، هذا كذب وافتراء على الله وعلى أنبيائه وعلى كتبه. ويقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله أي غير الله، هل يليق هذا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا، الأنبياء جاءوا بضد ذلك. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الله ما بعثهم إلا للنهي عن هذا فكيف يأمرون به؟
ثم قال جل وعلا ولكن كونوا ربانيين، أي الذي جاءت به الرسل أنهم يقولون لأممهم كونوا ربانيين. ربانيين يعني كونوا علماء عاملين، علماء بهذه الكتب وعاملين بما فيها من إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سوى. العالم الرباني هو العالم العامل بعلمه، أما العالم الذي لا يعمل بعلمه فهذا عالم ضلال والعياذ بالله، وأما العالم الذي يعمل بعلمه فهذا عالم هداية. فرق بين عالم الهداية وعالم الضلال. كونوا عبادا لي من دون الله، هذا نفي، ولكن كونوا هذا إثبات، أي الذي جاء به الأنبياء هو أنهم يأمرون بعبادة الله، كونون علماء عاملين بعلمهم الذي أعطاهم الله إياه. هذا قول في معنى رباني، وهو العالم العامل بعلمه. أو ربانيين تربون الناس، تربون الناس على عبادة الله ترك عبادة ما سواه، لا تربونهم على اتخاذ النبيين أربابا. هذا عكس ما بعثتم به، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب، ربانيين بتعليمكم الناس الكتاب. هذا هو معنى الربانية. أما العالم الذي يأمر الناس بعبادة غير الله ويزين لهم الشرك فهذا ليس ربانية، هذا إنما هو شيطان وضال مضل، وإن كان عالما. ما يكفي العلم بدون العمل، لابد من الاثنين، العلم والعمل. والله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. الله بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، ما هو بالعلم فقط ولا بالعمل فقط، وإنما بالاثنين. لكن الصوفية فصلوا بين العلم والعمل، أخذوا العمل وتركوا العلم، قالوا العلم يشغلنا عن العبادة ويشغلنا، والمطلوب العمل، المطلوب منا هو العمل، أما العلم فهو يشغلنا عن العبادة ويأخذ وقتنا، ونحن نأخذ الغاية ونترك الوسيلة، نأخذ الغاية وهي العمل، كذا يقول لهم الشيطان. ولذلك يحذرون من طلب العلم، حذرون من تعلم العلم، بل يحرقون كتب العلم إذا تمكنوا منها كما حصل منهم. يحرقون كتب العلم، يقولون هذه هي اللي صدت الناس عن العمل، يحرقونها والعياذ بالله. هذه طريقة أهل الضلال، أنهم يأخذون العمل بدون علم، وهذا ضلال ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أي بتعليمكم الناس الكتاب، وبما كنتم تدرسون، أي وبتدريسكم ودراستكم كذلك،
تدرسون العلم والعمل، تدرسون العلم فقط أو تدرسون العمل فقط، ولكن تدرسون العلم والعمل. هذا هو الرباني. وكذلك قالوا معنى ثالث في ربانيين، قالوا الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. هذه طريقة التعليم، هذه طريقة التعليم، هذه طريقة التربية الربانية، الابتداء بالعلم من أبوابه ومن أصوله، والتدرج فيه شيئا فشيئا على أهل العلم، هكذا التعلم. أما من يتخبط في الكتب ويقرأ الصحاح والمسانيد والتفاسير فهذا تايه ضايع. هذا هذه طريقة التعلم. طريقة التعلم تبدأ شيء فشيء، خطوة خطوة، ما تجي العلم من أعلاه، إنما تأتيه من أصوله وأبوابه. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الطريقة، هذا من معنى الرباني، الذي يعلم الناس أبواب العلم ومداخل العلم شيئا فشيئا، ويترقى بهم شيئا فشيئا. هذه الطريقة الربانية، كونوا ربانيين بما كنتم، أي بما كنتم تعلمون، أي بتعليمكم، كونوا ربانيين بتعليمكم وبما كنتم تدرسون، في قراءة تدرسون. هذه الطريقة الربانية، البداية مع أصول العلم. ولذلك العلماء ألفوا في كل فن من فنون العلم مختصر بسيط سهل، مدخل لذلك العلم، ثم بعده تدرج طالب العلم شيئا فشيئا على أهل العلم، ما هو يقتصر على نفسه وعلى فهمه. يقول ما أنا بحاجة للعلماء، ما أنا بحاجة للمدرسين، أنا الحمد لله عندي مكتبة وفيها كتب أقرأ فيها. هذا ضلال وضياع، يظن أنه عالم وهو جاهل، يفهم غلط. أنت لو عندك سلاح، عندك سلاح فتاك، وأنت ما تعرف تستعمله، هل أنك تأخذ هذا السلاح وأنت ما تعرف؟ يهلسك السلاح، يهلسك أنت أول شيء، لأنك ما تعرف طريقته ولا تعرف استعماله. لازم تعلم، تدرب على السلاح كيف استعماله، وما مقدار ما يوضع فيه من الذخيرة، وكيف يوجه. لازم تعلم الرماية، ولا تهلك نفسك وتهلك الناس أيضا اللي حولك، يثور بك السلاح ويأكلك ويأكل اللي حولك، لأنك ما تستطيع تستعمله. كذلك الكتاب، كتاب إنما هو سلاح وآلة، آلة بيدك، لازم تعلمها على أهل العلم، يدربونك عليها وكيف تأخذ منها وما معناه ما فيها لازم من هذا. يقول والله أنا ما نبزعدنا أفني عمري بطلب العلم وترقى شيئا فشيئا، متى أبى أموت؟ ما يقول كذا، يقول لهم الشيطان كذا. لا، العلم يؤخذ شيء فشيء، مسألة مسألة، بابا بابا، تدرج على أهل العلم وعلى أهل البصيرة. ولكن كونوا ربانيين، ولكن يأمركم بأن تكونوا، يأمركم النبي بأن تكونوا ربانيين بطريقة تعليمكم وتدريسكم للناس، وأيضا بطريقة تعلمكم. أولا تتعلمون العلم بالتدرج، ثم
تعلمونه لغيركم. أيضا العلم ليس فنا واحدا، العلم فنون، النحو هذا فن، اللغة العربية وعلومها والبلاغة والبيان هذا علم، وهي لغة القرآن، لازم تأخذ في النحو وتأخذ في اللغة والبلاغة التي نزل بها القرآن، لازم تأخذ مختصر في الفقه، لازم تأخذ مختصر في الحديث، لازم تأخذ مختصر في أصول التفسير كيف يفسر القرآن، لازم تأخذ مختصر في أصول الحديث وهو علم المصطلح، لازم تأخذ مختصر في أصول الفقه كيفية الاستنباط من الأدلة، قواعد الاستنباط من الأدلة، لازم تأخذ هذه الأمور مفاتيح لك. تجي الأبواب بدون مفاتيح تكسرها وتدخل أو ما تستطيع تبقى وراها، ما يصلح هذا. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذه التربية الصحيحة، ما هي بتربية الغرب اللي نجيبها وخليها في مدارسنا، لا، طريقها الربانية هي ما جاء به القرآن على هذا النمط وعلى ما درج عليه علماء الإسلام من تدريس الكتب ابتداء من المختصرات إلى المتوسطات إلى المطولات والموسوعات، هكذا تعليم العلم، تدرج فيه شيئا فشيئا. ومن أراد أخذ العلم كله فاته كل العلم، ما حصل على شيء، لكن من أخذه شيئا فشيئا مثل الطريق، الطريق أن تقطعه مراحل شيئا فشيئا حتى تصل البلد، كذلك تعلم العلم مراحل حتى تصل إلى الغاية التي تريدها، كل شيء له طريقة منهج، إن ضيعته لم تحصل على مقصودك منه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فاللي يجي للمبتدئين وصغار السن ويدرسهم في البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في جامع الترمذي أو بالمغني في الفقه، هذا ما هو رباني، هذا ما هو رباني، ما هذه طريقة التربية، طريقة التعليم ما هي بهكذا. خذهم شيئا فشيئا، مثل الطفل، الطفل أول ما هو تغذى باللبن لأن يعني ما يتحمل الطعام، ثم يعطى الطعام شيئا فشيئا، ثم يفطم عن اللبن ويعطى من الطعام شيء فشيء، كذلك طالب العلم المبتدئ مثل الطفل، لا تبهضه، تجيب له طعام كثير ذبيحة وهو طفل توه مفطوم، تذبحه في الطريقة هذه، حطه شيء فشيء، ملعقة ملعقتين. العلم كذلك، حطه شوي شوي، حطه في النحو شوي، حطه في الفقه شوي، حطه في العقيدة وعلم التوحيد شوي، أعطه في كل فن قليل قليل حتى يتدرج، وحتى تتكون معلوماته شيئا فشيئا. هكذا تعليم الناس، تعليم الشباب، تعليم العلم في المساجد، في المدارس، في المجالس، هكذا، هذا هو طريق التعلم، هذه هي الربانية. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون. نعم. قال: ومن أعظم ما يبين لك طريق الأئمة المهديين من الأئمة المضلين، لأن الأئمة بعضهم مهديين،
هادين مهديين، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن ينفعنا بهم، هادين مهديين، هؤلاء هم القدوة. أو علماء ضلالة، هم علماء لكنهم ضالون في طريقتهم، يضلون الناس، يستغلون العلم للتضليل، يستغلون العلم للتضليل والعياذ بالله، يفتحون للناس أبوابا تخرجهم من الهداية إلى الضلال باسم العلم والتعليم. فعليك أن تختار النوع الأول، تأخذ العلم عن علماء الهداية، وأن تحذر كل الحذر من علماء الضلال. نعم. وذلك أن الله وصف أئمة الهدى بالنفي والإثبات. النفي والإثبات، كونوا ربا ولا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا نفي، ولكن كونوا ربانيين هذا إثبات. فهم ينهونهم عن علم الضلال ويدلونهم على علم الهداية. نعم. فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم بالشرك بهم أو بالشرك بالملائكة والأنبياء. لا يجوز الشرك بالمخلوق أيا كان، لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالأولياء والصالحين، لا يجوز الشرك للمخلوقين ولا أن يجعل لهم شيء من العبادة، إنما العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. وهم أصلح المخلوقات. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هل يليق به؟ يليق بالنبي هذا؟ هل موسى قال لقومه بني إسرائيل اعبدوني، أو عزير قال لهم اعبدوني، أو مو عيسى عليه السلام قال للنصارى اعبدوني؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، هذا يتنافى مع طريقة الأنبياء، لأن الله بعثهم لهداية الناس ولم يبعثهم لإغلال الناس. فالذين يحسنون للناس وهم علماء لكن علماء ضلال، يحسنون للناس توسل بالملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء، يعبدونهم يسمونه توسل، ما يسمونه شرك، يسمونه توسل عشان يندرج مع الناس، هو شرك ولو سميته توسل، هو شرك، ما هو بكذا التوسل. التوسل هو التقرب إلى الله، تغوي إليه الوسيلة، أي تقربوا إليه بالطاعة، هذا التوسل. ما هو التوسل أنك تتخذ واسطة بينك وبين الله من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من الأولياء، ليس هذا هو التوسل المشروع، هذا توسل ممنوع. والوسيلة هي القرب من الله والطاعة بطاعته سبحانه، هذه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. نعم. وأثبت أنهم يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين. نعم، هذا الإثبات، بل أمرهم أن يأمروا أتباعهم أن يكونوا ربانيين، يعني يكونوا علماء عاملين بعلمهم، علماء عاملين بعلمهم. نعم. فإذا كان من أنزله الله بهذه المنزلة لا يتصور أن يأمر أتباعه بالشرك به ولا بغيره من الأنبياء والملائكة، فغيرهم أظهر وأظهر. إذا كان الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين لا يجوز إشراكهم مع الله في العبادة، فكيف بغيرهم؟
من الأولياء والصالحين، قد يكون يدعون أنه ولي وهو ولي للشيطان ما هو ولي لله، يدعون أنه ولي، ما يصلح هذا. حتى ولو كان وليا لله لا يجوز أن يعطى شيء من العبادة، عبادة لله عز وجل. نعم. وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربانيين يبين طريقة الأنبياء وأتباعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم. نعم، فطريقة الأنبياء وأتباعهم أنهم يعلمون الناس العلم والعمل والإخلاص لله، يأمرونهم بعبادة الله. وأما غير الأنبياء وأتباع الأنبياء من علماء الضلال فإنهم على العكس، يأمرون الناس بعبادة غير الله، تعلق بالأولياء والصالحين والملائكة إلى آخره. نعم. ومعرفة الإخلاص والشرك ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال. نعم، الآية فيها وجوب معرفة الإخلاص لله ومعرفة الشرك بالله عز وجل، من أجل أن تتجنب كونك ما تعرف الشيء تقع فيه، لكن إذا عرفته وتعلمته تتجنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا الفقه. بعض الناس يقول علموا الناس التوحيد، علموا المدارس علموا التوحيد لا بس، لكن لا تعلمونهم الشرك وطريقة الشرك لا، لازم تعلمهم الخير وتعلمهم طريق الشر، من أجل أن يأخذوا طريق الخير ويتجنبوا طريق الشر، ولا يظنون الشر خيرا. سيما أن له دعاة مروجون وفيه مؤلفات وكتب تدعو إليه، لا بد تبين لهم هذا، تبين لهم الخير وتبين لهم ضده وهو الشر، تبين التوحيد وتبين ضده وهو الشرك الذي لا يجتمع معه. نعم. ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال أفضل ما حصل المؤمن. ما إذا ميز المؤمن بين علماء الهدى وعلماء الضلال فهذا من أحسن ما حصل. أما إذا تساوى عنده الناس كلهم والعلماء كلهم تساووا عنده فإن هذا يقع في الهلاك. نعم. لكن فيه من البيان قول اليهود إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى. نعم، اليهود قالوا لما نهاهم عن عبادة عزير، عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقيل إنه عالم من علماء بني إسرائيل، المهم إنهم عبدوا. قالت اليهود عزير ابن الله، والنصارى عبدوا المسيح عليه الصلاة والسلام، قالوا إنه ابن الله. هكذا جاء الأنبياء لأنهم يأمرون بعبادة غير الله؟ حاشا وكلا. نعم. وحتى العلماء الربانيين ما يقولون هذا، إنما يقول هذا علماء الضلال. نعم. وقول النصارى تريد ذلك أي إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت اليهود عزيرا. يعني إذا نهيتنا عن عبادة عزير وعن عبادة المسيح فأنت إذا تريدنا أن نعبدك. يقولون كذا للرسول صلى الله عليه وسلم. الله بين أن ما فيه نبي من الأنبياء يأمر بهذا، أن يأمر بعبادة غير الله، لا من أفضل الخلق ولا ممن دونه. نعم. إن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببديهة العقل، ولكن الهوى يعمي ويصم. فالشرك وعبادة غير الله كما أنها منفية بالكتاب والسنة وفي جميع الكتب الربانية المنزلة من عند الله منهي عنها ومحذر منها،
كذلك الفطرة السليمة والعقل السليم ينفر منها. اللي عنده عقل سليم وفطرة سليمة ينفر من هذا، ينفر أنه يعبد شخصا مثله أو دونه، يعبد ميت، أنت حي وتعبد ميت، كيف هذا؟ الميت مرتهن في قبره وبالي ولا يستطيع شيء لنفسه، ويجي ويدعوه وهو حي وقادر وقوي، ليه ما تشتغل أنت في العبادة وتعمل وتدعو الله عز وجل؟ إيش تبي بالميت هذا؟ لكن العقول تنتكس والعياذ بالله، الفطر تفسد، الفطر تفسد، هي أصلها سليمة لكن تفسد بالتربية السيئة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. وفيه معرفة الإنسان بعيب عدوه، وفيه في الآية يعني نعم. معرفة الإنسان بعيب عدوه، بعيب عدوه، عدوه، معرفة الإنسان بعيب عدوه، يعني في الآية معرفة الإنسان بعيب عدوه من أجل أن يتجنبه، أن يتجنبه. نعم. ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه ولو كان فيه أضعافا مضاعفة. يعني ما كملت العبارة. نعم. وفيه، وفيه معرفة الإنسان بعيب عدوه ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه ولو كان فيه أضعافا مضاعفة. في الآية معرفة الإنسان بعيب غيره عدوه وينسى عيوبه هو، لأن اليهود والنصارى قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تريد منا أن نعبدك، اتهموا الرسول بهذا اتهام، فهم يعيبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يأمرهم بعبادته وينسون ما هم فيه من الشرك الأكبر والاعتداء على كتاب الله وعلى أنبيائه حتى قتلوا بعضهم، ينسون عيوبهم ويلتمسون للرسول عيبا ليس فيه، يقول أن تريد منا أن نعبدك، حاشا وكلا، حاشا وكلا، يقول أنت حسدت عزيرا وحسدت المسيح تريد أننا نعبدك ونتركهم، هذا حسد كما يقولون. هذا كلام يواجه به نبي من الأنبياء بل أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، لكن فيه أن الإنسان يدرك عيوب الآخرين ويعمى عن عيوبه. نعم. وفيه ما على من قرأ القرآن من الحق من تعلم معانيه. في الآية أنه ما يكفي أنك تحفظ القرآن حسن التلاوة والتجويد فيه، ما يكفي هذا، لا بد أن تتفهم معانيه، هذا هو المقصود، تدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما هو المقصود من القرآن أنك تعلمه وتجوده وتحسن التلاوة؟ نعم هذا مطلوب، لكن ما هو الغاية، الغاية أنك تتدبر القرآن، ثم لا تقف عند التدبر، إذا لا بد من العمل، تتعلم القرآن هذه مرحلة أولى، تتدبره تعرف معانيه هذه مرحلة ثانية، تعمل به هذه المرحلة الأخيرة، لأنه ما يمكن تعمل بدون أنك تعرف معاني تفسيره، ما يمكن هذا، ولو أنك تقرأ القراءات العشر وتقرأ التجويد بكامله ما يكفي هذا، لا بد تتدبر القرآن وتعمل به. نعم. ولا تقف عند المرحلة الأولى أو الثانية، لا بد من المرحلة الثالثة وهي العمل بالقرآن.
والاهتداء بالقرآن. هذا اللي يتعلم القرآن صحيح، مو اللي يتعلم القرآن اللي جوده فقط ويتغنى به ويقرأ في الحفلات ويقول والله يزين صوته ويجتمعون الناس عليه لاستماع صوته بس. لا، صاحب القرآن هو الذي يتعلم معانيه ويعمل به، هذا صاحب القرآن، هذا صاحب القرآن صحيح. نعم. ولا فيه ناس أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يقيمون القراءة إقامة السهم، ولكنها لا يتجاوز حناجرهم، القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يتلونه فقط. ومنهم أميون، يعني في اليهود منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة فقط. هذا مذموم، هذا مذموم. أماني يعني تلاوة فقط؟ لا، القرآن ما أنزل لهذا، القرآن أنزل ليتعلم ويعمل ويتدبر ويعمل به. نعم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا تعلمه أو هجروا تدبره أو هجروا العمل به، كل هذا هجران للقرآن، هجروا تلاوته، كل هذا هجر. الهجر أنواع كثيرة، والهجر معناه الترك، الهجر معناه الترك. هجروا الحكم به، استبدلوه بالقانون، هذا هجر قبيح للقرآن العظيم. عندنا قرآن ونروح نجيب القانون، نسأل الله العافية، وين الانتكاس هذا؟ عندنا القرآن اللي يسع البشرية كلها لو عملت به ويهديها كلها، ونروح نجيب قوانين الكفار ومراحيض الغرب، نسأل الله العافية. يجب أن الإنسان يتدبر هذه الأمور. نعم. وفيه أن عليه أن يعمل به، وفي الآية أن عليه أن يعمل به، كونوا ربانيين، ما تكون رباني إلا إذا عملت، إذا عملت به تكون ربانيا. نعم. وفيه أن يكون ربانيا. نعم، ربانيا كما عرفتم، رباني يعني يعمل، رباني يعني يعلم الناس ولا يقتصر على نفسه، رباني في طريقة التدريس والتدرج شيئا فشيئا. نعم. وفيه أن ذلك بسبب درس الكتاب وعلمه وتعليمه. إيه نعم، وبما كنتم تدرسون، أن هذا بسبب درس القرآن وتعلمه وتعليمه، هذا اللي يوصل إلى الخير والهداية والانتفاع بالقرآن. القرآن لا بد يدرس، يدرس لفظه ويدرس معناه، ولا بد أنه يعمل به، لا بد من هذا. نعم. وفيه أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني لو أمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا من دون الله فهو أمركم بالكفر وردكم من عن الإسلام إلى الكفر، وحاشا للأنبياء أن يكونوا كذلك ولا لأتباع الأنبياء أن يكونوا كذلك. فلو قدر أن أحدا دعا إلى عبادة الأضرحة وعبادة القبور وحسنها للناس، هذا يأمر بالكفر، يأمر بالكفر، يأمر بارتداد المسلمين من الإسلام إلى الكفر بعد إذ أنتم مسلمون، نسأل الله العافية. فيجب الحذر من دعاة الضلال، الحذر من الجهال الذين يدعون بغير علم، الحذر منهم غاية الحذر، الحذر من المتعالمين الذين لم يأخذوا العلم على وجهه ولم يتعلموه من أهله، الحذر منهم، لأنهم هم ضالون في أنفسهم على غير بصيرة ويضلون غيرهم. نعم.
وفيه معرفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو عليه من العدل والتواضع، كيف يتفوهون له بهذا الكلام وهم تحت يده محتاجون له، أن من أشرك بشيء فقد اتخذه ربا. نعم، الرسول ما عاجلهم بالبطش والعقوبة، وهم يتكلمون بهالكلام عنده. أتريد منا أن نعبدك؟ تريد أن نعبدك؟ تكلمون بهذا عند الرسول، لكن يحلم عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة ولا يغضب، يأخذهم بالسعة، وهم تمكن منهم، هم عنده تمكن منهم وعنده أصحابه وأنصاره، لكنه عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الحلم والأناءة وسعة الصدر ليتألف الناس ويبين لهم شيئا فشيئا. وهكذا يكون الداعية إلى الله، من عنده صبر، من عنده تحمل، يكون عنده سعة في الاستماع للناس. نعم. وفيه أن قوله في القرآن من دون الله ليس كما يقول الجاهلون، لأن في الآية أرباب من دون الله، ما معنى من دون الله؟ يعني غير الله. من دون الله يعني غير الله. ففي جميع المواضع من دون الله معناها غير الله. نعم. وفيه أن قوله في القرآن من دون الله ليس كما يقول الجاهلون، لأن أهل الكتاب لا يتركون عبادة الله. نعم، فيه أن معنى من دون الله أي مع الله، مع الله. فأهل الكتاب ما تركوا عبادة الله، عباد القبور ما تركوا عبادة الله، لكنهم عبدوا معه غيره. ولا تكفي عبادة الله إذا كان معها شرك فهي باطلة، لا بد أن تكون عبادة الله خالصة ليس معها شرك ولا بدعة، خالصة لله متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يكفي أنك تعبد الله ثم تعبد المسيح أو تعبد علي أو تعبد عبد القادر أو تعبد ما، هذا ما يفيدك شيء، هذا شرك يحبط عملك. ما تنفع العبادة إلا مع الإخلاص، ولا ما هم أكثر المشركين يعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره. نعم. وقوله جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين يكفي نقل طيب أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم خيرا. استأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول كثير من الناس يسمع قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، فيقول إن البدعة هنا لغوية لا شرعية، نود من فضيلتكم الفرق بينهما. البدعة اللغوية هي الشيء المستحسن الذي لم يسبق له مثيل، بديع السماوات والأرض، ما كنت بدعا من الرسل. فبدعة في اللغة هي التي لم يسبق لها مثيل، وهي الشيء الحسن الذي لم يسبق له مثيل. عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة في التراويح على إمام واحد كما كانوا صلوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع إمام واحد وهو الرسول، لكن الرسول خشي إن استمر بهم أن تفرض عليهم فتخلف عن الخروج إليهم ليعلموا أنها سنة وليست واجبة. فتقررت السنة والحمد لله بصلاة الرسول بهم جماعة، وتخلف لعذر وهو أنه خشي أن تفرض عليهم، أنه لو استمر صارت فريضة عجزوا عنها،
عمر رضي الله عنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى التشريع، انتهى التشريع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع الناس، أعاد السنة التي كانت على عهد الرسول، جمعهم على إمام واحد كما اجتمعوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا محذور الآن، لأن التشريع انتهى، فلا يخشى أن تكون فريضة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نعمة البدعة هذه، يعني البدعة الحسنة اللغوية، ما هي البدعة الشرعية. الشرعية لا يحبذها عمر، وليست التراويح، التراويح ليست بدعة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي بدعة، إنما أراد بهذا البدعة اللغوية، وهي الشيء الحسن الذي لم يسبق له مثيل بعد الرسول، وله سبق على عهد الرسول، لكن بعد الرسول كانوا يصلون أوزاعا، جمعهم على إمام واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحفظ طالب العلم القرآن وحده حتى يكمله، أو يجمع بينه وبين المتون؟ والله المستحسن أن حفظ القرآن يكون في الصغر، أن الطفل إذا ميز يبدأ معه حفظ القرآن، يحفظ القرآن أول شيء، أول شيء يحفظ القرآن، ثم بعد ذلك يطلب العلم، يطلب العلم بعد حفظ القرآن. فطالب العلم كونه يحفظ القرآن أولا أحسن إذا أمكن، وإذا لم يمكن حفظ القرآن ليس ضروريا، يكفي قراءة القرآن، يكفي أنه يحسن قراءة القرآن ولو نظرا من المصحف لا بأس، لكن إذا حصل حفظ هو لا شك أنه أحسن، ويمكن يجمع بين الحفظ وبين تعلم العلم، يمكن هذا، يجعل لحفظ القرآن وقت، يجعل لتعلم العلم وقت آخر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الذي ينصح به طالب العلم المبتدئ من كتب التفسير؟ المختصرات، يبدأ بالمختصرات، بالتفسير البغوي مختصر، وهو موثوق، إمام جليل وتفسيره تفسير عظيم ومختصر، تفسير ابن كثير كذلك يلي البغوي وهو أبسط منه وأوسع، تفسير ابن جرير هذا هو أم التفاسير إذا تدرج شيئا فشيئا. نعم. في كتابنا الآن في التفسير سهل وممتاز وجامع لمعاني غالب الآيات، هو تفسير الشيخ ابن سعدي، هذا طيب جدا رحمه الله، مفيد، لكنه ما يكفي، لكنه يمكن تأخذه بداية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يبدأ طالب العلم بحفظ بلوغ المرام أولا أو عمدة الأحكام؟ طالب العلم لازم يختار مدرس، أول شيء يختار مدرس، إما إن كان في النظامية المدرسين اللي فيه، ويقرأ المقرر، المقرر له يحفظه ويفهمه، مقررات فيها علم، فإن لم يكن من الدراسة النظامية يجلس على أحد المشايخ أو على من تيسر له من المشايخ، والشيخ الذي يدرس عليه هو اللي يعين له الكتاب الذي يشرحه له ويبينه له. نعم. أما مجرد الحفظ لو تحفظ الدنيا كلها ما تنفعك، حفظ ما يكفي، لازم من الفهم، لازم من الفهم. نعم. إذا اجتمع حفظ وفهم هذا هو أعلى درجات التعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليست ردود علماء التوحيد والسنة على دعاة الشرك والبدعة وتسميتهم بأسمائهم داخلة ضمن قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال؟ بلى، لكن من يحسن هذا، اللي يحسن، اللي يعرف الخطأ، يحدد الخطأ ثم يعرف كيف يرد عليه بالأدلة، هذا شيء طيب، ويكون ما هو هدفه التشفي من الشخص، إنما هدفه بيان الحق، هدفه بيان الحق للمخطئ ولغيره.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه بين العلماء؟ وهل يجوز دراسة العلم على من يرى التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما يجوز التوسل بذات النبي، لكن التوسل باتباعه صلى الله عليه وسلم، توسل باتباعه وطاعته طيب، ما التوسل بذاته هذا ما ورد، ما ورد، وبدعة. توسل بذاته أو بجاهه هذا بدعة، ما ورد، لا يجوز هذا التوسل، هذا مبتدع. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: من دعا على أحد فقال اللهم أرنا فيه يوما أسودا، هل هذا من سب الدهر؟ وما هو ضابط سب الدهر؟ ضابط سب الدهر أن تضيف السوء إلى الدهر، تضيف ما أصابك إلى الدهر. أما أنك تصف الدهر بأنه بأن فيه شدة، فيه قسوة، لا بأس. الله جل وعلا وصف الريح أنها ريح صرصر عاتية، وصفها بأوصافها، يوصف الدهر بأوصافه الواقعية، ما هو يعتقد أن الشر من الدهر أو أن المصائب من الدهر. نعم. هذا يوم عصيب، شوف شعيب عليه الصلاة والسلام وقال هذا يوم عصيب، عصيب، وصفه بأنه عصيب يعني شديد، وليس هذا ذما للدهر ولا اعتقاد بأن هو الذي جاء بالشر، إنما هذا وصف له في يوم نحس، يوم نحس مستمر، وصفه بأنه نحس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يصف من يأمر بالسمع والطاعة أنه من غلاة الطاعة؟ يقولون ما شاءوا، السمع والطاعة هذا مما أمر به الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، هذا أمر الله به ورسوله. اللي يعير اللي يأمر بما أمر به الله ورسوله هذا هو المخطئ وهو الضال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدا وبنتا، ثم تركها وسافر إلى بلد آخر، وبحث عنه في بلده وسئل عنه فلم يعرف عنه شيء، وقد طالبت هذه المرأة ولم يجدوا الزوج، فهل يجوز للمرأة أن تتزوج غيره؟ وكم حد المدة التي يحق للزوجة أن تتزوج إذا غاب عنها زوجها؟ هذا هو المفقود الذي خبره، إن كان غالبه الهلاك يضرب له القاضي 4 سنين، وإن كان غالب سفره السلامة فينتظر إلى تمام 90 سنة من ولد، تمام 90 سنة من ولد، هي لأنها هي أكثر العمر، فإذا مضت فالقاضي يحكم بوفاته، يحكم لازم من القاضي هو الذي يحكم بوفاته، إما في المدة القصيرة وإما في المدة الطويلة. وإذا حكم بوفاته تعتد المرأة من الحكم بوفاته 4 أشهر 10 أيام، فإذا كملت خرجت من العدة ولها أن تتزوج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت إماما وأنا ناس أني محدث، وبعد أن كبرت للصلاة وفي أثناء القراءة تذكرت الحدث، فاستخلفت رجلا وخرجت من الصلاة فتطهرت ورجعت للجماعة، فهل فعلي صحيح وهل صلاة الجماعة صحيحة؟ أصل بناءك ما هو صحيح، لأنك دخلت في الصلاة وأنت على غير وضوء، فأنت دخلت وأنت محدث، بناءك غير صحيح. فلو أن الإمام اللي استخلفته استأنف وبدأ الصلاة من جديد لكان أحوط وأحسن. نعم. أثابكم الله. من يقول
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قرآنا يمشي على الأرض، هل له علاقة بالقول بخلق القرآن؟ يعني ما عبارة هي القرآن قرآنا يمشي على الأرض، هذه مبالغة، ولا يوصف القرآن بمثل هذا، هذه مبالغة ولا يوصف القرآن بمثل هذا. نعم، أحسن الله. لأنه يشبه من يقولون بخلق القرآن، يشبه وإن كان ما يقصده هذا، لكن هذا من سوء العبارة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد نذرت أن أصوم يوما وأفطر يوما دائما، ثم وجدت مشقة في ذلك، فماذا أفعل؟ أفيدوني أثابكم الله. نذرت أن أصوم يوما وأفطر يوما دائما، يلزمه ذلك، يلزمه أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأن هذه طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وصيام يوم وإفطار يوم هذه طاعة، هو صيام داود عليه السلام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. يلزمه هذا، يلزمه أنه يفي ولو كان عليه مشقة. هو اللي يدخل نفسه بهذا الشيء، كان من الأول ما نذر، ما أنه لما نذر بيتخلص، لا، إلا لا عجز نهائيا، حين ذاك يسأل. نعم، أحسن الله إليكم. إذا وجد رجل من المسلمين يعمل أعمالا شركية، فعندما نوضح له قال: أنا جاهل بهذه الأمور، فهل لنا أن ننفي عنه الجهل؟ لأن بعض الناس ينفي الجهل عنه ويكفره. ما مضى ما عليك منه، لكن إذا تاب وعرف الحق وعمل به الحمد لله ويكفي هذا، ولا تسأل عما مضى. نعم، أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة الفريضة بدون أذان وإقامة وتركها، سواء نسيانا أو تهاونا؟ الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي مع الجماعة أو من يكفي في البلد صارت سنة في حق الباقين. الأذان والإقامة إذا أقيم في البلد ولو في مسجد واحد سقط الفرض وبقي مستحب. فإذا صلوا بدون أذان ولا إقامة وقد أذن في البلد يكفي هذا، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب في المرحلة الجامعية، أحفظ القرآن الكريم والحمد لله، لكني أحلق لحيتي لأنها سنة من السنن، فما حكم فعلي؟ وهل حلق اللحية من الكبائر؟ وهل تخفيفها معصية؟ الحمد لله، عرفت الحق وأنت من حملة القرآن، عليك أنك تعفي لحيتك وتتوب إلى الله، تستغفر عما حصل، ومن تاب تاب الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: توفي الوالد وترك لنا منزلا واحدا وعددا من الأراضي، ونحن 4 أولاد و4 بنات، كلنا متزوجون، ولوالدي زوجتان إحداهما متوفاة، فهل يجوز توزيع التركة بالتراضي بيننا كل حسب رغبته ورضاه التام وبالتفاهم فيما بيننا، أم لكم رأي في ذلك؟ ما لنا رأي ولا هو من صلاحياتنا هذا، راجعوا المحكمة في هذا، هذا من صلاحيات القاضي، واللي ينظر في المواريث والورثة. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من لا يجعل زوجته لا تخرج إلا في الأسبوع مرة واحدة، هل يعتبر ذلك من الظلم؟ هل إيش؟ ما حكم من لا يجعل زوجته تخرج في الأسبوع إلا مرة واحدة؟ هي ما تخرج أبد، ما في بس أحسن لها بعد، لكن إذا احتاجت للخروج تخرج محتشمة، احتاجت للخروج تخرج محتشمة، ولا يضايقها يمنعها من الخروج المحتشم لحاجتها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاكتحال للرجل؟ سنة، اكتحال بالإثمد سنة،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وفيه منفعة للعين أيضا، هو سنة ومنفعة للعين. نعم، للبصر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم سفر المرأة لوحدها عبر الخطوط أي الطيران إذا كانت مسافة السفر لا تستغرق أكثر من ساعة ونصف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين، يعني للراحلة مسيرة يومين قدروها بثمانين كيلو، مرحلتين كل مرحلة أربعون كيلو في اليوم، لا يحل لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في الطائرة، في السيارة، على دابة، على قدميها، لازم بمحرم. حتى الحج ما تخرج إلا بمحرم، لأن رجلا اكتتب في الغزو وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأته خرجت حاجة، قال: أرجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو يحج مع امرأته. يجي من يقول أن الطيارة ما تحتاج محرم، إن كذا، إن إذا صارت مع جماعة ما تحتاج محرم. الرسول عمم هذا، ما استثنى شيئا، في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الأحوال لابد من المحرم، لمن يتق الله ويخافه لابد من المحرم. أما اللي بيدور الرخص يسأل ما من يفتيه، هذا حسابه على الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإمام في الصلاة أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة وفي الركعة الثانية يعود ويقرأ من أول السورة؟ هل هذا هو تنكيس القرآن أم تنكيس هو أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الناس مثلا وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص؟ هذا يجوز، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى. التنكيس إنه يبدأ السورة من وسطها ويرتفع إلى أولها، أو من آخرها ويرتفع إلى أولها في الركعة الواحدة، هذا هو التنكيس. أما أنه يقدم سورة على سورة، هذا جائز إن كان الأولى الالتزام بتنظيم السور كما هي في المصحف، هذا هو الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول أنها لا تنجب وتسأل إذا رأت الأطفال تتأثر وتبكي، فهل عليها في ذلك شيء؟ امرأة لا تنجب وإذا رأت الأطفال تتأثر وتبكي، فهل في هذا شيء عليها وتطلب منكم الدعاء لها؟ البكاء ما في شيء، البكاء ما في شيء، ولكن كونها تدعو الله أن يرزقها ذرية صالحة هذا أحسن من البكاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل فاتته الصلاة فصلى هو وأبناؤه ووقف واحد عن يمينه والآخر عن يساره، فأحد الأشخاص صحب الأولاد إلى الخلف، وبعد الصلاة أنكر على الذي صحب الأولاد وقال هذا لا يجوز لأن الأولاد لم يبلغوا سن الرشد، فهل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فكيف يصلي الأولاد؟ هذا غير صحيح. الأولاد ما داموا مميزين، ما داموا مميزين فإنهم يصفون خلفه، ما في بأس، صحت صلاتهم لأنهم مميزون يصلون خلفه، فهو أخطأ في هذا. وإذا قاموا عن يمينه وعن شماله، إذا صار الإمام وسط الصف، لا بأس أيضا، كله جائز الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قبل فترة قريبة لم نكن نسمع بجواز عيد الميلاد أو جواز الأغاني، ولم نكن نرى بعض الدعاة يختلطون مع النساء، ولم نكن نسمع التحريض والخروج على الولاة، وأما في هذه الأيام سمعنا ذلك كله وتجرأ الناس على المعاصي، فهل من توجيه يا معالي الشيخ؟ هذا السؤال يقول: قبل فترة قريبة لم نكن نسمع بجواز عيد الميلاد أو جواز الأغاني، جواز أو تحريم؟ لا، هو كانوا يقول سمعوا أنه من أجازه، يعني فيه من أجازه يسمع فيه. الحين يسأل عن فعل عيد الميلاد أنه حلال ولا حرام ولا إيش؟ لا، هو كانوا يقول الشيخ أنه الآن سمع من يجيز عيد الميلاد ويجيز الأغاني والاختلاط بعض الدعاء مع النساء. هذا خطأ، ما في شك، هذا خطأ
عيد الميلاد بدعة، ما في عيد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، هذا أعياد الإسلام، غيرها ما فيها أعياد المسلم. عيد نعم يوم الجمعة عيد الأسبوع، عيد الأسبوع يوم الجمعة، عيد العام عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عدا ذلك ليس في الإسلام أعياد، لا أعياد ميلاد ولا ذكريات ولا، كلها من الباطل. نعم، ولكن إذا كنتم تفعلون هذا بالأول جهالا وقد علمتم الحق فعليكم الحمد لله، عليكم الأخذ بالحق وترك ما كان سابقا يعفو الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تأليف القلوب مع زملاء أولا مقدم على إنكار المنكر عليهم، علما بأني أنكرت عليهم في البداية وقد يؤدي إلى فقدانهم؟ لا، إذا كان هذا يختلف اختلاف المنكر، نوعية المنكر هذا، إذا كان المنكر منكر فظيع وشديد وقد نصحتهم ولم يمتثلوا ابتعد عنهم لا تخالطهم، أما إذا كان شيء من المكروه أو شيء من الأمور التي لا تصل إلى حد الحرمة الشديدة فواصل النصيحة معهم، لا تتركها، واصل النصيحة معهم، لا تجلس معهم وتسكت، كرر النصيحة، ولا لا تجلس معهم، صرت ما تكرر النصيحة لا تجلس معهم، أنت تكون رضيت إذن في ما هم عليه. في بني إسرائيل يرى الرجل أخاه على المعصية فينهاه، ثم يراه مرة ثانية فينهاه، ثم يراه الثالثة فيسكت، ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما رأى الله منهم ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. لا يجوز مجالسة العصاة المستمرين على معصيتهم إلا مع المناصحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذين يدعون أصحاب القبور ويسألونهم نأكل ذبائحهم ونتزوج منهم؟ لا، لا تأكلوا ذبائحهم ولا تزوجوا، لأنهم مشركون، لأنهم مشركون وذبائحهم حرام، ولا تتزوجوا منهم إلا إذا كانت بناتهم مسلمات موحدات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز حضور الموالد وقراءة القصائد معهم بحجة عدم قراءتهم للقصائد الشركية؟ لا، أصل إقامة الموالد بدعة، وأما القصائد هذه زيادة بلاء أيضا، فلا تحضروها إلا على وجه أنكم تعلمونهم ترشدونهم أن هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إمام في مسجد الراتب، والسؤال: أود أن أصلي التراويح في الحرم المكي، لكن الذي يردني عن ذلك ارتباطي في مسجدي، فهل يكتب لي أجر الصلاة في مسجدي وأجر الصلاة في المسجد الحرام؟ أول، صلاتك في مسجدك هذا واجب، صلاة في المسجد الحرام مستحب، فلا تترك الواجب وتذهب إلى مستحب، أد الواجب عليك وهو أفضل لك وأكثر أجرا إذا أديت الواجب، وأممت الناس في رمضان وأسمعتهم القرآن هذا خير كثير توجر عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل تجوز صلاة الجمعة بخطبة واحدة؟ أعوذ بالله، لا، هذا ما يجوز، الجمعة لها خطبتان، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من خطبتين. نعم، شروط من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين. نعم. هذا آخر سؤال أثابكم الله. يقول السائل فيه: أصلي وفي بعض الأوقات أصلي صلاة السنة، لكني أقرأ في الركعة الأولى والثانية نفس السورة. لا بس، يجوز تكرار السورة في الركعتين، في بس، الرسول صلى الله عليه وسلم كرر سورة الزلزلة في الركعتين. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد.